مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، حلقه جديده السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده في يوم خامس. النهارده بيفوت خمس ايام على خماسيه الزمالك اللي حققها النادي الاهلي يوم الجمعه اللي فاتت، ومحدش يقدر ينكر الحقيقه ان الاسبوع كله كان اسبوع في حاله فرحه، في حاله انبساط، في حاله انسجام. قول زي ما انت عايز تقول لكل جماهير النادي الاهلي. ويمكن هبدا حلقه النهارده بالرساله دي، انتم كنتم سبب في فرحه وفي سعاده الملايين، مش يوم واحد ومش من مباراه واحده. فرحه استمرت اسبوع، واعتقد انها تستمر لفتره طويله جايه بسبب فوزكم في مباراه، فما بالكم الحقيقه بمشوار طويل جدا وممتد، ودي مسؤوليه كبيره جدا بيحملها كل لاعب لبس او هيلبس تيشرت النادي الاهلي. موفقين باذن الله، ودايما تكونوا مصدر فرحه وسعاده وفخر جماهير النادي الاهلي. النهارده الحقيقه هنتكلم بشكل كبير على المرحله الجايه بالنسبه لمنتخب مصر، واحنا خلاص بيفصلنا عن 48 ساعه من مواجهه انجولا في المرحله الثانيه من تصفيات كاس العالم. ويمكن ناس كتير جدا تعتقد انه مشوار الصداره قرب بشكل كبير، او نجح المنتخب في حسمه بشكل كبير جدا. نحتاج بس ثلاث نقط من الماتشين الجايين امام انجولا والجابون، لكن انا الحقيقه بختلف مع وجهه النظر دي، وبشوف ان الماتشين دول في منتهى الاهميه لمنتخبنا الوطني لاسباب كتيره جدا هنشرحها مع حضراتكم. وهنتكلم كمان على كيفيه اجراء القرع الخاصه بالمرحله الثالثه والاخيره من تصفيات كاس العالم، واللي ممكن تاثر بشكل كبير جدا نتائج الماتشين اللي جايين انجولا والجابون، ومن بعدهم كمان بطوله كاس العرب، في وضع مصر وفي فرصه مصر في التاهل لكاس العالم اللي ممكن الحقيقه تنقلنا نقله نوعيه. عشان كده بشوف انه كومبو الماتشين اللي جايين في منتهى الاهميه. ظروف افضل بكتير جدا من ظروف المواجهتين اللي خاضهم المنتخب قدام ليبيا ذهابا وايابا، لانه الحقيقه الفرصه اللي فاتت او المواجهتين اللي فاتوا كان الوقت عامل الوقت ضيق جدا بالنسبه لمستر كارلوس كيروش. كان موقف مصر في المجموعه الى حد كبير، مش عايز اقول معقد ولكن صعب، لكن الحقيقه الجهاز الفني لمستر كارلوس كيروش بيخوض المباراتين في ظروف افضل بكتير. يمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى ضد المنتخب ان مواجهه انجولا بره ملعبنا، هتتلعب في انجولا في لواندا، وانه انجولا المره دي جايه بكتيبه محترفين ما كانتش موجوده في المباراه الاولى، دي بس ممكن تكون اوجه الصعوبه. لكن كده غير كده اعتقد انه مستر كيروش خد فرصه كبيره جدا في متابعه اللاعبين، خد فرصه كبيره جدا في التعرف على قدرات المنتخب الوطني، خد فرصه كمان كبيره في انه يشتغل مع اللعيبه على الارض، وبالتالي ظروف المباراتين افضل بكتير. اتمنى الحقيقه المنتخب يكون قادر على حسم نتيجة المباراتين لصالحه، لأن ده يفرق مع منتخب مصر في وجوده في تصنيف الفيفا على مستوى منتخبات الأفريقية. مش هطول على حضراتكم، تفاصيل كتيرة جدا هنطرحها ونوضح لحضراتكم الصورة بأكملها في على مدار الحلقة. خلينا نروح لأهم أخبار وعناوين حلقتنا النهاردة، والبداية مع النادي الأهلي ومع كابتن عبد الحفيظ اللي هيسافر هو أمير توفيق للإمارات لبحث ترتيبات معسكر الفريق. بعثة المنتخب في طريقها إلى لواندا بعد أداء التدريب الرئيسي. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعداداً لبطولة شمال إفريقيا. وراموس يعود لتدريبات باريس الجماعية. وتشافي قد يعيد ميسي إلى برشلونة. راشفورد يحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية. أبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة بأخبارنا طبعاً، وهبتدي الحقيقة مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات اللي سافروا بالفعل امبارح للإمارات عشان يحضروا لمعسكر الفريق المفترض إن شاء الله بإذن الله إنه هيتم إقامته خلال الفترة اللي هيقف فيها نشاط ومسابقة الدوري اللي جاية. ويمكن الحقيقة يعني هي جولة ممكن تبقى تنسيقيه هيشوف فيها كابتن سيد عبد الحفيظ الترتيبات الخاصه باقامه معسكر الفريق في الامارات، متابعه او مشاهده الفنادق الخاصه بالاقامه، ملاعب التدريب، وكمان هيتم الاتفاق على عدد من المباريات الوديه اللي يلعبها فريق النادي الاهلي في نفس التوقيت ده. وخليني اقول لحضراتكم انه يمكن ده يكون اول معسكر مغلق، طبعا المعسكر هتستمر مدته حوالي 15 يوم، ويمكن يكون اول معسكر مغلق تخرج فيه فرقه النادي الاهلي من فتره طويله جدا. يعني لو لم تخني الذاكره زي ما بيقولوا، يمكن اخر معسكر كان في انجلترا من حوالي 3 او 4 مواسم تقريبا، ومن طبعا بسبب الظروف اللي حصلت في العالم كله السنوات اللي فاتت دي، طبعا ما قدرش النادي الاهلي انه يخرج لاي معسكر. طبعا المعسكرات دي بتبقى، وخصوصا لما بتبقى قبل بدايه الموسم، بتبقى في منتهى الاهميه.
فكره انك انت تطلع بره تحتك بمدارس كرويه مختلفه، وخصوصا ان كتير من الفرق الاوروبيه يمكن في نفس التوقيت ده بيبقى وبتستغل فتره التوقف الدولي وبتسافر برده عشان تلعب مباريات وديه، تعمل معسكرات تقدر فيها تحضر لاستقبال الموسم. كل التوفيق طبعا لفرقه النادي الاهلي في الفتره المقبله. وخليني اروح مع حضراتكم للمنتخب الوطني. النهارده بعثه المنتخب الوطني سافرت طبعا برئاسه احمد مجاهد رئيس اتحاد الكره المصري عشان تتوجه للواندا. مفترض ان شاء الله ان البعثه توصل بسلامه الله للواندا النهارده عشان طبعا ماتش يوم الجمعه الجاي واللي هيتلعب الساعه 9 بتوقيتنا هنا في القاهره، الجوله قبل الاخيره في المجموعه السادسه لتصفيات كاس العالم. واعتقد يمكن انها مباراه زي ما قلت لكم في منتهى الاهميه. البعثه فيها بتضم 25 لاعب تم اختيارهم هيشاركوا في الماتشين، ماتش انجولا بدايه وبعد كده ان شاء الله نرجع نلعب الثلاث في برج العرب مع الجابون. وان شاء الله باذن الله منتظر انه البعثه توصل بالسلامه الساعه 9 مساء اليوم للواندا. وبكره ان شاء الله هيكون في تدريب رئيسي هيأديه المنتخب الساعه 10 الصبح في واحد من الملاعب الفرعيه. والحقيقه يمكن كمان المنتخب هيعمل تدريب اخير طبعا على نفس الملعب اللي هتقام عليه المباراه استاد 11 نوفمبر في العاصمه الانجوليه. طيب هم يعني الزملاء بياكدوا لي انه المعسكر الاخير لفريق نادي الاهلي كان في اسبانيا، وده طبعا زي ما قلت لك حضراتكم من ثلاث او اربع مواسم، والشيء بالشيء يذكر، اهم حاجه نديكم بس المعلومه الصحيحه. كمان من منتخب مصر الاول هنروح للمنتخب الاولمبي بقيادة طبعا كابتن شوقي غريب. الفريق دلوقتي عنده معسكر مغلق في استاد القاهرة، ودي خطوة من خطوات الإعداد لبطولة أمم إفريقيا تحت 23، واللي طبعا هتكون نتيجتها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024. خطة إعداد المنتخب الأولمبي بتبدأ في أن هم يشاركوا في بطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الأولمبية، ودي بطولة مقرر أنها تتلعب إن شاء الله الشهر اللي جاي في ليبيا. ويمكن من البداية كده واضح أنه لاعبتنا ان شاء الله باذن الله واخدين الامور بجديه، ويمكن عدد كبير جدا من اللعيبه بتسعى لاثبات ذاتها قبل ما يتم اختيار بقى او اعتماد الهيكل الاساسي للمنتخب الاولمبي. كابتن شوقي من ناحيته اكد على ثقته في الجيل الحالي واختياراته من اللاعبين وقدرتهم على ان هم يتاهلوا ان شاء الله باذن الله لاولمبياد باريس 2024. والاهم من ده انه مش بس طبعا التاهل وحده اعتقد انه لا يكفي طموح الجماهير المصريه، ان كان في حد ذاته طبعا انجاز انك تحافظ على مشاركتك في الاولمبيكس، لكن الاهم كمان ان احنا نفكر في يوم من الايام ان احنا نروح لبعيد. ابراهيم عادل يمكن واحد من وقائد الكابتن الفريق الحالي كان شارك قبل كده مع المنتخب الاولمبي ولعب في اولمبياد طوكيو وخاض بنفسه التجربه، وعارف قد ايه انه شرف كبير جدا لاي لاعب انه يحقق مشاركه في الاولمبياد، والافضل كمان انه يحقق مركز كبير. والحقيقه انه على لسان زملائه كلهم بيقولوا ان هم هيبذلوا اقصى جهدهم عشان يوصلوا يتاهلوا للاولمبياد. كل التوفيق لكابتن شوقي غريب ولاولادنا في المنتخب الاولمبي. خلينا نروح بعد كده ل وفرانس بريس. فرانس بريس يمكن اتكلمت على سيرجيو راموس، ولا يمكن اتكلمت عليه في حلقه امبارح في متابعتنا لاهم الاخبار. وخليني اقول لحضراتكم ان فرانس بريس اكدت على ان راموس رجع مره ثانيه لتدريبات باريس سان جيرمان بعد ما تعافى من الاصابه الاخيره. راموس من ساعه ما انضم لباريس سان جيرمان ما ظهرش في ولا مره وما شاركش حتى في لمجرد دقيقه واحده بسبب اصابات متتاليه، وكان في تقارير كتيره جدا اتكلمت على رغبه باريس سان جيرمان في التخلص من اللاعب وانهاء التعاقد معاه. لكن الحقيقه راموس بياكد، ويمكن زي ما حضراتكم شايفين بيرجع مره ثانيه عشان يشارك في تدريبات باريس الجماعيه، ويمكن حتى على خلفيه الاصابات المتكرره وعدم مشاركته في يظل راموس طبعا واحد من اهم نجوم الكره الاسبانيه، لكن على خلفيه الاصابات المتكرره وعدم المشاركه مع باريس في مباريات، ده خلت لويس انريكي المدير الفني لاسبانيا ما يستدعيهوش للمشاركه مع المنتخب الاسباني في الماتشات اللي جايه. نروح لماركا الاسبانيه اللي اتكلمت على تشابي هرنانديز، نجم طبعا نجم البارسا الكبير جدا واللي يمكن كل الاضواء مسلطه عليه. عشاء البارسا حاطين امال كبيره جدا على تشابي هرنانديز اللي تولى مسؤوليه الاداره الفنيه لبرشلونه في الفتره اللي جايه، واللي ممكن الحقيقه بعض التقارير رصدت طبعا هو واحد من النجوم اللي شاركوا في الجيل الذهبي مع البارسا وكان زميل ملعب لميسي وانيستا. بعتقد ان الثلاثي دول
كانوا مصدر اساسي من مصادر البهجه بالنسبه لعشاق البارسا لسنين طويله، والعلاقه القويه اللي بتربطه بميسي ربطت بينها التقارير وبين احتمال عوده ميسي للبارسا مره ثانيه في ظل تولي تشابي هرنانديز المسؤوليه، وانه ممكن تشابي يلعب دور مهم جدا في عوده اسطوره كره القدم الارجنتينيه. طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي لقطات الظهور الاول لتشابي هرنانديز كمدير فني في اول تدريب ليه تحت للبارسا طبعا تحت قيادته. وزي ما قلت لحضراتكم من الممكن جدا ومن الوارد، لانه عقد ميسي ينتهي مع باريس سان جيرمان 22-23، من الوارد جدا انه يكون في موسم اضافي في مشوار ميسي يلعبه بالوان البارسا، وخصوصا كمان اربط ده مع تاكيدات او رسائل ميسي اللي بعتها بين السطور انه يرغب في العوده للبارسا مره ثانيه حتى لو ما كانش كلاعب، ممكن كمدير رياضي. نروح لماركوس راشفورد، واحد من نجوم، ودي الحقيقه لقطات مهمه جدا انا عايز اقف معاها شويه الحقيقه. ماركوس راشفورد طبعا نجم اليونايتد، تلقى في مؤخرا وسام الامبراطوريه البريطانيه، ودي جايزه بتمنح للاشخاص اللي ليهم تاثير ايجابي في مجتمعهم في اي مجال، يعني في عدد كبير جدا من المجالات. دي اللقطه طبعا اللي بيظهر فيها راشفورد وهو بيحمل الوسام، وتحديدا راشفورد كان ليه اسهامات في الفتره الاخيره شارك فيها وقدم خدمات للاطفال المعرضين للخطر في المملكه المتحده في فتره جائحه كورونا. طبعا راشفورد نجم كبير جدا في الكره الانجليزيه ونجم كبير جدا في اليونايتد، وهو كمان حصل على الدكتوراه الفخريه من جامعه مانشستر يونايتد. واكد راشفورد في رسالته انه لسه كمان يعني ما اكتفاش بالوسام اللي حصل عليه، لكن هو على لسانه يعني بيقول ان هو شايف ان قدامه كتير جدا من الاعمال اللي واجب عليه انه يقدمها للاطفال تحديدا داخل المملكه المتحده. وانا عايز اقف مع الخبر ده شويه. النجوميه طول عمرها الحقيقه، طبعا مفيش حد يقدر يحصل على النجوميه والشهره بدون دعم ورصيد جماهيري كبير. وهنا بيتحول الامر من مجرد شهره ونجوميه، انا بكلم حضراتكم على العقليات المحترفه، وبكلم حضراتكم على فكر وثقافة المجتمعات المتحضرة. هنا بتتحول الشهرة والنجومية دي إلى دين في أعناق النجوم، اللي بيتحول لمسؤولية لابد إنها تترجم، مش بس كمان من ناحية إنك أنت يكون ليك دور مجتمعي. صحيح لو في دور مجتمعي يبقى شيء عظيم جدا، وأعتقد دي ضريبة مفترض إنه أي نجم يدفعها كنوع من أنواع رد الجميل للمجتمع اللي إداله الشهرة والنجومية دي. لكن كمان في نقطة مهمة جدا، إن إذا لم تستطع إنك أنت تقوم بمجهود أو بعمل خيري أو بدور تساهم به في تطوير مجتمعك، فعلى أقل تقدير، على أقل تقدير، وأتمنى إن الرسالة دي توصل لكل نجومنا بصرف النظر عن ألوانهم وبصرف النظر عن انتماءاتهم، على أقل تقدير أنت قدوة وبتلعب دور مؤثر جدا في حياة وفي ثقافة. وفي الكلام اللي بقوله ده مش كلام كبير، الكلام ده مهم جدا جدا ان احنا نستوعبه، ومش بس يقتصر على المجال الرياضي، يقتصر كمان على كل المجالات. اي نجم في اي مجال كل الاجيال اللي طالعه بصاله على ان هو قدوه ومثل اعلى، والقدوه والمثل الاعلى مش مرتبطه بكلام وبتصريحات وبشعارات، في المقام الاول وفي المقام الاخير مرتبطه بتصرفات. تصرفاتك داخل الملعب، تصرفاتك في لقاءاتك وتصريحاتك في لقاءاتك الإعلامية، وتصرفاتك أيضا في حياتك الشخصية، كل ده بيأثر بشكل كبير جدا في الأجيال اللي طالعة. أرجو من نجومنا يعرفوا بشكل كبير جدا إنه مش بس هم بيمثلوا نجوم داخل المجتمع لنجاح أو بسبب نجاح بشكل معين أو بسبب موهبة حباهم ربنا سبحانه وتعالى بيها، لكن كمان عليهم دور كبير جدا في تشكيل وعي وتشكيل ثقافة الأجيال اللي طالعة. تصرفاتك، ألفاظك، أخلاقك، ثقافتك، كل ده بينعكس على اللي جاي ورا منك وعلى كل شخص ادالك نوع من أنواع الدعم أو نوع من أنواع الحب أو نوع من أنواع التقدير في يوم من الأيام. فأنت ملهم، تأكد أنك أنت ملهم سلبا أو إيجابا لكل اللي جاي من بعدك. جولة في الصحافة العالمية نختم بيها أخبارنا النهاردة، ونبدأ جولتنا من أسبانيا تحديدا، وتحديدا مع سبورت الأسبانية اللي ركزت طبعا على بدايات تشابي هرنانديز كمدرب لبرشلونة، وكتبت على تعليقا طبعا على قيادته لأول حصة تدريبية، السيد تشابي يغير المعد البدني واختصاصي العلاج الطبيعي لوقف نزيف الإصابات. وطبعا تابعنا في خلال الفترة الأخيرة
عدد كبير جدا من الاصابات المتكرره زي عثمان ديمبلي، زي كون اجويرو، زي حتى قبل كده جريزمان وكوتينيو اللي ابتعدوا بسبب اصابات متكرره اثناء لعبهم للبارسا. عشان كده ده كان اول قرارات تشابي هرنانديز بتغيير الطاقم الطبي. كمان اهتمت الصحيفه براول دي توماس مهاجم اسبانيول اللي التحق بكتيبه المنتخب الاسباني، وكتبت راول دي توماس: اشعر بانني لاعب مميز. هنسيب اسبانيا ونروح مع حضراتكم لانجلترا، وتحديدا مع ذا سان البريطانيه اللي ركزت على فريق ويست هام يونايتد، واللي بيقدم يمكن بدايه كويسه جدا في الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم الحالي وفي منافسات كمان الدوري الاوروبي. كتبت الصحيفه: ويست هام يونايتد يريد بناء فريق حول نجمه ديكلين رايس ويتطلع للمشاركه المنتظمه في دوري ابطال اوروبا. كمان اهتمت على الصحيفه بمستقبل الفرنسي بول بوجبا في مانشستر يونايتد، وكتبت: مان يونايتد يتخلى عن بول بوجبا. نروح لليكيب الفرنسيه اللي كتبت الحقيقه وركزت على المدافع الاسباني سيرجيو راموس ورغبته في العوده مره ثانيه عشان يلعب مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، وكتبت انه راموس ما زال متشبث برهانه. كمان تحدثت الصحيفه عن اصابه بول بوجبا وقالت انه بوجبا هيغيب لمده شهرين بسبب الاصابه. جولتنا الصحفيه نروح فيها للحقيقه كمان استدعاء مانشيني لمدرب منتخب ايطاليا لجيان لوكا ساكاماكا مهاجم ساسولو الايطالي عشان يعوض غياب باتشيرو ايموبيلي نجم منتخب ايطاليا، وكتبت الحقيقه على لقاء سويسرا وقالت: ايطاليا ضد سويسرا، مانشيني يستدعي ساكاماكا. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بانترفيو مهم جدا ارجو من حضراتكم انكم تتابعوه في السادسه. قبل ما نروح للانترفيو المهم خليني اقول لحضراتكم نتيجه اختياراتكم في نجوم مباراه الاهلي والزمالك الاخيره اصحاب الخماسيه، واللي توقعت وصدق توقعي الحقيقه انه المنافسه هتكون كبيره جدا لان كل نجوم النادي الاهلي تالقوا بشكل كبير جدا في المباراه. لكن الحقيقه بعد منافسه كبيره جدا استطاع المالي الدبابه الماليه اليو ديانج انه يحسم السباق لصالحه، وجاء اليو ديانج في المركز الاول في اختيارات جمهور النادي الاهلي. في المركز الثاني بعد ديانج كان الحقيقه صاحب الرابونه الشهيره وواحد من اجمل اسيستات عمرو السوليه، وفي المركز الثالث كان علولو علي زغلول زي ما بيسموه دلوقتي جماهير النادي الاهلي اللي خد المركز الثالث وضاف لرصيده نقطه. دي كانت اختيارات جمهور النادي الاهلي في مباراه خماسيه الزمالك. خلينا نروح لجدول الترتيب العام ونشوف بعد ما زودنا او اضفنا نقاط الترتيب وصلت لغايه فين. اكرم توفيق ما زال في المقدمه برصيد 7 نقاط من 5 مشاركات، بيليه في الترتيب في المركز الثاني حمدي فتحي برصيد 5 نقاط من 5 مشاركات، المركز الثالث بيتقدم علي معلول ب3 نقاط، وبيشاركوا في نفس المركز بيرسي تاو 3 نقاط كان نجم مباراه الاسماعيلي وصاحب المركز الاول فيها، عمرو السوليه بيرفع رصيده كمان ل3 نقاط بالنقطتين اللي خدهم في مباراه الزمالك، واليو ديانج بيضيف لرصيده اول 3 نقاط في الموسم الجديد في 4 مشاركات مع النادي الاهلي. كهربا ما زال في نفس المركز كمان بنتيجه او برصيد 3 نقاط، محمد مجدي قفشه في المركز الرابع برصيد نقطتين، وعلي لطفي في المركز الخامس برصيد نقطه واحده. ده جدول الترتيب العام. نروح مع حضراتكم للاعب ونجم شهر اكتوبر من النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب 4 ماتشات في شهر اكتوبر، ماتشين في بطوله دوري الابطال وماتشين في انطلاقه الدوري العام. الماتشين في دوري الابطال كان الحرس الوطني ذهابا وعوده، وماتشين في الدوري كانوا مع الاسماعيلي والبنك الاهلي. والحقيقه نجح اكرم توفيق ان يكون نجم النادي الاهلي في شهر اكتوبر. اكرم الحقيقه خد افضل لاعب في مباراه الذهاب مع الحرس الوطني 3 نقاط، والحرس الوطني عوده ثاني افضل لاعب نقطتين، والبنك الاهلي ثاني افضل لاعب نقطتين عشان يكون صاحب اعلى رصيد من نقاط في شهر اكتوبر برصيد 7 نقاط، احتل بيهم صداره الترتيب وخد لقب نجم شهر اكتوبر بعد ما كانت منافسه او منافسته طبعا اللي حضراتكم شايفينه ده مساهمات ولقطات
أكرم توفيق في شهر أكتوبر بعد منافسة طبعا مع حمدي فتحي اللي تألق بشكل كبير جدا، لكن رصيده من النقاط كان 5 فقط. خليني أستعرض مع حضراتكم الحقيقة وأنتم بتشوفوا كده أرقام أو لقطات أكرم توفيق. ده واحدة من الكورسات العرضية اللي استغلها، هو يعني واحدة من الأساسات اللي استغلها كهربا في لقطة من لقطات مباراة الحرس الوطني، ودي طبعا مباراة الذهاب اللي كان فيها نجم المباراة أكرم توفيق. طيب نروح لأرقام أكرم الحقيقة على مدار المشاركات في الشهر ده. أكرم شارك في الأربع لقاءات اللي لعبهم النادي الأهلي في شهر أكتوبر، تمكن من صناعة الفرصة طبعا ده استقبال الكرة وقطع الكرة، صناعة فرصة واحدة، تمريرات 188 تمريرة منهم 155 تمريرة صحيحة بدقة تمرير 82%، التمريرات البينية 3 تمريرات، العرضيات 6 عرضيات، استخلاص الكرة 12 مرة، قطع التمريرات 9 مرات، والالتحامات الهوائية 7 تمريرات من أو 7 التحامات منهم 5 التحامات هوائية صحيحة. مباراة الإسماعيلي والحقيقة يمكن ما كانش فيها أكرم من ضمن الثلاثة اللي اختارهم جمهور النادي الأهلي، لكن الحقيقة كان واحد برضو من اللاعبين اللي ادتهم الجماهير أصوات كتير، لكنه الحقيقة في النهاية ما قدرش إن هو يكون ضمن الثلاثة الأوائل. لكن ده ما يمنعش إن واحد من اللعيبة اللي حافظت على مستواها لفترة طويلة جدا، وواحد من اللعيبة كمان اللي بيعلموك دروس استثمار الفرصة، صبر كتير، اتأخرت مشاركته، لكن من ساعة ما شارك حافظ بشكل كبير جدا على مستواه، وقدر انه يثبت نفسه في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي على مدار الموسم الأخير والموسم اللي بدأناه السنة دي مع حضراتكم. أكرم توفيق هو نجم شهر أكتوبر في النادي الأهلي. قلت لحضراتكم انه هيكون معانا انترفيو مهم جدا في السادسة بعد الفاصل، وده وقت الانترفيو. ايه قصة الانترفيو؟ بداية قبل ما ارحب بضيفي، انه الحقيقة الارقام الفلكية اللي وصلت ليها نجوم الكرة في العالم النهاردة، بنتكلم على انه اي نجم كبير جدا بيتخطى سعره وانت مرتاح كده من غير تفكير 100 مليون يورو، وده رقم الحقيقة ان كان ليه اسباب فهو بالتأكيد عدم القدرة على اكتشاف. أنا بنتكلم على كوكب بيعيش فيه 7 مليار بني آدم، وبالتأكيد في كتير جدا من المواهب اللي محتاجة فرصة تكتشفها، واللي اكتشافها ممكن يساهم بشكل كبير جدا في ضبط آليات السوق وخفض أسعار اللعيبة الحقيقة اللي بقت فلكية. النهاردة هيكون معنا شخص مهم جدا، هو كولين تشامبرز، وهو رئيس اتحاد الكشافين في إنجلترا، والكشاف بعدد كبير جدا من الأندية الإنجليزية. عشان كده طبعا بشكره على الفرصة دي وعلى لقائنا بيه وعلى وجوده معانا على شاشة النادي الأهلي. بداية طبعا أهلا وسهلا بيك في السادسة. حسن، شكرا جزيلا لكم. خليني أبدأ مع وجهة نظر بتقول أنه الأسعار الفلكية والميزانيات الكبيرة جدا اللي بقت بتتكبدها الأندية على مستوى العالم بتعكس عدم قدرة الكشافين على ان هم بيقوموا بدورهم بشكل كافي، وده اللي أدى لارتفاع أسعار اللاعبين بشكل أصبح مبالغ فيه. تتفق أم تختلف مع الرأي ده؟ نعم، بشكل أساسي هو سبب رئيسي عدم القدرة على كشف المزيد من المواهب كما كان الحال في السابق. الأمر الآن يقتصر على بعض الدوريات كالبريمير ليج، لكن ليس في كل الدوريات. إذا تكلمت على اتحاد الكشافين ودوره الأساسي اللي بيقوم بيه وأهم الأهداف اللي بيسعى لتحقيقها. حسنا، هدفي شخصيا كمعلم لكرة القدم في المقام الأول هو
هو الكشف عن المزيد من اللاعبين بالعين المجردة وبالإحصاءات وبالأداء في الملعب. السكاوت كشف اللاعبين لا يقتصر فقط على كونك تشاهد لاعب فقط، وإنما يوجد العديد من الأشياء التي تحتاجها. فأنت تنظر إلى اللاعب كمدرب وليس فقط ككشاف. فالتدريب والكشف هي عملية مشتبكة أو مترابطة نوعا ما. يعني إزاي بتعتمد الأندية الإنجليزية؟ إحنا بنتكلم على أهم دوري في العالم، ويمكن الأندية الإنجليزية يمكن تكون من أكثر الدوريات اللي عندها قدرات تمويلية كبيرة جدا. إزاي بتعتمد الأندية الإنجليزية في فكرة استكشاف المواهب الجديدة؟ إيه هي أهم الوسائل أو الطرق اللي بتعتمدوا عليها في الإطار ده؟ حسب الأمر الآن يعتمد مبدئياً على إحصاءات أداء اللاعبين البدنية والفنية. الإحصاءات تقول الكثير عن اللاعبين، فهي تخبر عن مدى قابلية اللاعب للتأقلم مع أي فريق. وإذا قالت الإحصاءات أن هذا اللاعب رائع، فهي مبدئياً تكون صادقة. فإذا تجاوزنا هذه المرحلة، ينتقل اللاعب للمرحلة القادمة من النظر إلى سلوك اللاعب وأداء اللاعب على أرض الملعب. طيب خليني اروح لجزئيه ثانيه. هل ده معناه انه الانديه الانجليزيه ما بتعتمدش الا على لاعبين وصلوا لمستوى معين من النجوميه؟ يعني مش من الممكن اكتشاف موهبه جديده او موهبه بكر لسه يعني ممكن يكون في رهان على نجاحها مع الانديه الانجليزيه؟ لا، يعتمدون بالفعل على مواهب شابة كثيرة. البريمير ليج غني بالمواهب الشابة. لدينا لاعبين يلعبون في العديد من الأندية، لاعبين صغار كساوثهامبتون وليستر سيتي. الأسماء الكبيرة الآن في مانشستر يونايتد وأرسنال كانت بالفعل أسماء صغيرة يوما ما، وبدأت من مستوى أقل، ولكنهم يتطورون ويزدادون في التطور. واللاعب الصغير يستمر في هذا التطور إلى أن يصبح لاعبا محترفا ونجما كبيرا ويكون لاعبا دوليا. وكما رأينا في البطولات المحلية والبطولات العالمية مؤخرا، خصوصا في البريمير ليج، وجدنا العديد من المواهب التي أصبحت نجوم الآن. طيب خليني أبص معاك كده، يعني تخيل معايا خريطة العالم. ايه هي المناطق اللي بيبص لها اتحاد الكشافين اللي حضرتك طبعا بتتولى مسؤوليته على انها مناطق ممكن تكون مصدر للنجوم والمواهب في الدوريات الاوروبيه بشكل عام والدوري الانجليزي بشكل خاص؟ حسنا، في هذه اللحظه نحن نبحث في جميع انحاء العالم. نبحث في المجر وبولندا، نبحث في افريقيا، وأيضا البرتغال. نبحث في أوزبكستان، في أمريكا الشمالية والجنوبية. نركز على جميع أنحاء العالم، فالمواهب متواجدة في جميع أنحاء العالم. الأمر الآن لا يعتمد على منطقة بحد عينها كما كان في السابق، فالأمر يعتمد على التعليم ويعتمد على العين الخبيرة. طب ده هينقلنا للسؤال الثاني، ايه هي الوسائل اللي من خلالها يعني العالم، انا عارف انه العالم النهارده يعني اصبح قريه صغيره، وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والانترنت سهلت الامور بشكل كبير جدا عن 30 او 40 سنه فاتت، بس ده خليني بالادعى اسالك، مع توافر التكنولوجيا وسهوله التواصل، ايه هي الوسائل اللي بتعتمدوا عليها؟ هل بتعتمدوا على وكلاء معينين موجودين في المناطق اللي انت اتكلمت عليها؟ هل بتعتمدوا على التواصل مع انديه معينه؟ هل بتعتمدوا على مراكز او اكاديميات التدريب؟ ايه هي الوسائل اللي بتعتمدوا عليها في اكتشاف المواهب دي؟
حسنا، ما أجبته، ما قلته في سؤالك هو بالفعل إجابة السؤال. نعتمد بالفعل على كشافين في جميع أنحاء العالم منتمين لاتحادنا، ونعتمد أيضا على وكلاء بعض اللاعبين الذين نلاحظهم. الأمر الآن أصبح سهلا في وجود التكنولوجيا الحديثة والتلفزيون والإنترنت. الأمر الآن أصبح لا يختلف عن إفريقيا وألمانيا، أصبح الأمر واحدا. الكشاف الآن أصبحت مهمته أسهل بكثير بسبب التكنولوجيا المرئية الآن، وليس فقط الأمر يعتمد على مشاهدة الفيديو، هي مجرد خطوة مبدئية. إذا أبدينا اهتماما ببعض اللاعبين في المقام الأول، فيجب أن نشاهده على أرض الملعب. طيب، ده ياخدني لجزئية المعايير اللي بتلفت نظركم في اللاعب اللي ممكن يكون في حسابات أو رهان على نجاحه في تجربته الاحترافية، إيه هي؟ أرقامه في المسابقات المحلية، مشاركاته مع منتخبات بلده. حسنا طارو، طيب بسأل على المعايير اللي على أساسها ممكن موهبة ما تلفت نظركم كاتحاد للكشافين. هل هي أرقامه من خلال مشاركته مع النادي اللي بيلعب له؟ هل هي مشاركته مع الدولية، مع منتخبات وطنه في المراحل السنية المختلفة؟ هل هي بس مجرد الموهبة والإمكانيات المرتبطة بالسرعة، بالقوة، بالمهارة؟ إيه هي المعايير اللي على أساسها بتقولوا أن الموهبة دي تستحق أنها تاخد فرصة احترافية؟ حسنا، إذا نظرنا إلى ما لدينا الآن من اللاعبين، سنجد الآن معايير معينة ينظر إليها الكشاف في المقام الأول. وكما قلت، ليس فقط المهارة الاحتفاظ بالكرة أو المهارة فقط هي مهارة التمرير، ولكن المهارة أيضا تعتمد على تمركز اللاعبين، وتعتمد أيضا على العديد من الجوانب الشخصية الخاصة باللاعب. فننظر إلى المهارة، وننظر إلى الإحراز الأهداف حسب مركز اللاعب، ننظر إلى اللاعب في التمرين مع فريقه. وإذا نظرت الآن إلى سلوك العديد من اللاعبين، ستجد حوالي 50 مليون لاعب تقريبا حول العالم، ولكن لن تجد المهارة المرغوبة إلا في رقم ليس كبيرا من هذا الرقم. فأصبح الأمر الآن معقدا نوعا ما، ليس حسب الإمكانيات التي يعتمد عليها الكشاف، ولكن حسب الخامات التي يجدها. طيب، خليني أخذك على سبيل المثال للميركاتو الأخير والأرقام اللي ارتبطت بأسماء عدد من اللاعبين. يعني شفنا رقم يقارب ال 200 مليون يورو اتعرض من ريال مدريد في لاعب زي كيليان امبابي، او 130 مليون يورو اتعرض من مان سيتي عشان انتداب هاري كين، او حتى 100 مليون يورو دفعوا تقريبا في جاك جريليتش، ومبلغ يقارب ال 250 مليون يورو مطلوبين في نجم زي هالاند. ده مش ادعى انه الانديه دي تبص او تراهن أو تحاول تكرر تجربة مثلا نادي زي ليفربول مع نجم بحجم محمد صلاح اللي بقى النهاردة واحد من أشهر أو من أقوى المواهب اللي موجودة على الساحة؟ بالطبع يجب عليهم ذلك. هذه الأندية تدفع الكثير من الأموال في هاري كين، في غريليش، في مبابي كما قلت. إذا أرادوا المهارة بالفعل، يجب عليهم أن يبذلوا مزيدا من الجهد. ليس الأمر فقط على هؤلاء اللاعبين، ولكن إذا نظرنا فسنجد جاك جريليش من قبل كان لاعبا مغمورا، كان لاعبا صغيرا، وكذلك هاري كين. لماذا أصبح هؤلاء اللاعبين كبار؟ فهؤلاء اللاعبين لديهم العقلية ولديهم المهارة، فأصبحوا في هذه المكانة. فيجب على الأندية بالفعل اكتشاف المزيد من المهارات والمزيد من اللاعبين كهذه الأسماء التي ذكرت.
بمناسبة الكلام عن بمناسبة الكلام عن محمد صلاح، الحقيقة يمكن عدد كبير من النجوم العرب كان ليهم مردود إيجابي جدا وقدموا مستويات مميزة جدا مع أنديتهم في الدوري الإنجليزي على وجه التحديد. على سبيل المثال الحصر طبعا المصري محمد صلاح، محمد النني، تريزيجيه، دول لعيبة مصريين احنا كلنا بنتابعهم في الدوري الإنجليزي. شفنا بن رحمة الجزائري مع ويست هام، شفنا حكيم زياش مع تشيلسي، شفنا رياض محرز مع مان سيتي. رأي يعني أو توجه الأندية الإنجليزية في النظر لسوق شمال أفريقيا ومصر على وجه التحديد من وجهة نظرك؟ بالطبع الأندية الإنجليزية الآن تبحث في كل أنحاء العالم، يحتاجون اللاعبين من حول العالم. إذا نظرت إلى صناع القرار في الدوري الإنجليزي في الأندية الإنجليزية ستجد الآن يعتمدون بشكل كبير على استكشاف العديد من المهارات الأفريقية. على سبيل المثال كم تدفع الأندية في أسماء كبيرة؟ فبالتالي الأندية الإنجليزية اتجهت الآن إلى توفير هذه الميزانيات والبحث بالفعل في أماكن أخرى، على سبيل المثال كما ذكرت في شمال أفريقيا. الأندية الأوروبية الآن أصبحت تعتمد اعتماد كبير على مرحلة البحث في أفريقيا وفي آسيا، وليس عن لعبة محددة كما كان في السابق، ولكن تريد بالفعل اكتشاف مزيد من النجوم كما ذكرت. طيب خليني أكلمك أكثر عن مصر أو أستفيد بخبرتك مع اللاعب المصري بشكل خاص. يعني مصر تعتبر يمكن الدولة الأكبر أفريقيا على مستوى كرة القدم، سواء على مستوى المنتخبات بمراحلها المختلفة أو حتى على مستوى الأندية اللي يمكن صاحبة أكبر رصيد من البطولات على مستوى كرة القدم الأفريقية. ومع ذلك يمكن من ناحية الكم مش من ناحية الكيف، يمكن عندنا تجارب ناجحة كتير جدا في الكرة الأوروبية، منها كمان تجارب ناجحة في الكرة الإنجليزية، لكن من ناحية الكم بتعتبر واحدة من أقل الدول تصديرا للاعبين المحترفين. إزاي ممكن نغير ده وإزاي ممكن نزود عدد اللاعبين المحترفين في الكرة الأوروبية؟ حسنا، في رأيي الخاص أعتقد أن مرحلة الكشف مرحلة مهمة جدا لبلدكم، فليس الأمر يعتمد فقط كما يفعل العديد من الكشافين التقليديين من النظر إلى فيديو لاعب في تلفزيون أو على الإنترنت. الأمر أصبح أبعد من ذلك بكثير. إذا نظرت الآن فستجد أن الأمر يعتمد على المزيد من الأشياء، فيجب أن تكتشف لاعب يستطيع التأقلم على الأجواء الأوروبية وخصوصا الإنجليزية. طب إذا قلنا مثلا أنه للاتحاد وصل مثلا قائمة من أسماء اللاعبين المرشحين أن هم يكونوا تجربة احترافية ناجحة، إزاي بتتم عملية المتابعة؟ إيه هي المراحل الخاصة بعملية المتابعة والتقييم؟ وعلى أي أساس بيتم التقييم واتخاذ القرار النهائي؟ حسنا، يجب أن نشاهد اللاعبين في العديد من المباريات. لا يستطيع أحد أن يقيم لعيب من مجرد مشاهدة مباراة أو مباراتين، ولكن العديد من المباريات وخصوصا على أرض الملعب. يجب على الكشاف أن يتابع كل صغيرة وكبيرة خاصة باللاعب، مدى تطور اللاعب ومدى بلوغ اللاعب لمرحلة كبيرة من العقلية. كمحمد صلاح على سبيل المثال، هو لم يبدأ كبيرا ولكن هو تأقلم، هو لديه العقلية، فبالتالي نجح في أوروبا. إذا كان لاعب يملك الموهبة، إيه النصايح اللي ممكن تقدمها له عشان يكون صاحب تجربة احترافية ناجحة وعشان يكون في يوم من الأيام نجم بقدر محمد صلاح؟ حسن، رسالتي إلى اللاعب، إذا كان لديك مهارة كحكيم زياش ومحمد صلاح، حاول أن تطور هذه المهارة، والأمر لا يعتمد فقط على المهارة ومدى السرعة وهكذا أمور، ولكن الأمر يعتمد على
مدى الالتزام ومدى الجدية ومدى الانضباط؟ إذا نظرنا إلى محمد صلاح تم اختياره في العديد من الأندية وتم اختياره في العديد من الجوائز. الآن أصبح الأمر مهم جدا بالنسبة للاعبين ألا يركزوا فقط على الجانب المهاري فقط، ولكن رغبة اللاعب في التطور ورغبة اللاعب في التغيير. المعايير الآن اختلفت عما كان من قبل، فيوجد جوانب عقلية وجوانب بدنية. فإذا نظرنا على سبيل المثال بول بوجبا في مانشستر يونايتد، هو حريص على اللعب، لديه الرغبة في إحراز المزيد وتقديم المزيد للنادي. فإذا اختلف النادي مع اللاعب ستجد اللاعب يستطيع الانتقال إلى أي مكان وكذلك الحال مع محمد صلاح. محمد صلاح لاعب ناجح جدا، لديه الرغبة، لديه الحافز، لديه الحماس، ويظهر ذلك في أداء محمد صلاح. أهم المواهب الكروية اللي يراهن عليها كولين تشامبرز في السنوات المقبلة. حسنا، المواهب التي أراهن عليها سانشو في مانشستر يونايتد، أعتقد سيصبح نجما كبيرا. هو لاعب الآن لاعب صغير في السن، ولكن سيصبح نجما كبيرا في العالم. أعتقد أنه مر بتجارب كبيرة ومر بتجارب أثقلته بالفعل. وأعتقد أيضا هالاند الآن هو نجم كبير بالفعل، هو لاعب متكامل وسيصبح أكثر تكاملا في المستقبل. وكما كنا نقول، المرحلة الكشفية هي من أوصلت هالاند لهذه المرحلة. صحيح. كولين تشامبرز رئيس اتحاد الكشافين الإنجليزي، بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا على شاشة الأهلي وجودك معنا في السادسة. بعد الفاصل هينضم لنا الحقيقة في استوديو السادسة نجم من نجوم النادي الأهلي كابتن جمال السيد، هنتكلم معاه طبعا على مكاسب ماتش القمة أو مباراة القمة الأخيرة، ونتكلم كمان معاه على محطات منتخب مصر اللي جاي في تصفيات كأس العالم. تابعونا بس بعد الفاصل. هي في الحقيقة المكاسب أكتر بكتير من مجرد خماسية، يعني طبعا الخماسية أسلجت وأسعدت جماهير النادي الأهلي بشكل كبير جدا وأسلجت صدورهم زي ما بيقولوا، لكن الحقيقة المكاسب المبنية من لقاء القمة ده أعتقد أنها كتيرة جدا ومتعددة جدا، وكنت أتمنى طبعا أنها تيجي في ظروف غير كده، يعني بمعنى ظروف بمعنى انه المسابقه تستمر شويه، لان ده كان هياثر بشكل كبير جدا وايجابي جدا على مشوار نادي الاهلي، لكن في جميع الاحوال التوقف برضه في مصلحه منتخب مصر عشان نستعد لجولتين مهمين. هنتكلم مع نجمنا النهارده طبعا واحد من نجوم نادي الاهلي كابتن جمال السيد، ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير واهلا بيك والف مبروك كابتن جمال. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين طبعا، وانا سعيد جدا ان انا في قناه النادي الاهلي. يعني بيتك ومكانك ومطرحك بالظبط، الواحد بيسعد قوي وخاصه بعد حدث كبير طبعا مباراه اهلي وزمالك، خماسيه تاريخيه بالنسبه لنا، وكان الدافع معنوي هايل للفتره اللي جايه، وفعلا لو الدوري استمر كانت فعلا من احد المكاسب اللي كانت هتدينا دفعه بشكل غير طبيعي. طبعا مباراه اهلي وزمالك قمه خاصه، بطوله خاصه بالنسبه للجماهير المصريه، بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، بالنسبه للنادي الاهلي ذاته، فدي كانت دفعه كويسه، ولكن طبعا ظروف المنتخب والتوقف طبعا يعني دي اجنده دوليه. بس تبقى لقاء القمه حتى لو ما كانتش حاسمه، في يعني احنا بنتكلم لسه موسم في اوله، ده ثالث ماتش ثالث اسبوع بالزبط. ورغم كده الاصداء بتاعتها والمردود بتاع النتيجه ما زال مستمر لغايه النهارده، يعني بقول فات تقريبا احنا داخلين في خمس ايام وما زالت لغايه النهارده حاله النشوه، حاله الفرحه، حاله السعاده، الناس كلها بتتكلم عن ماتش لغايه النهارده. تمام، بطوله خاصه بالاهلي والزمالك بغض النظر اسبوع اول اسبوع ثاني، تيجي في وسط الدوري تيجي في اخر الدوري ما فيش شك دي بطوله خاصه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. مكسبنا فيها كان مكسب كبير قوي ومكسب كويس، وبدري احرزنا اهداف وكان تركيز لعيبه النادي الاهلي رهيب. ولما نيجي نتكلم عن الناحيه الفنيه برضه اتكلم على وسط الملعب، اعتقد ان احنا في النادي الاهلي حاليا عندنا افضل وسط ملعب، مش عايز اقول يعني ممكن في الوطن العربي وافريقيا كمان. عندنا حمدي فتحي، عندنا اليو ديانج، عندنا عمرو السليه. بصراحه الثلاثه يعني عندهم تطور غير عادي في مستواهم، علاوه على الجزء التكتيكي بيعرفوا ينفذوا بشكل كويس قوي قوي. تعليمات موسيماني كانت واضحه جدا بدايه من مباراه الاسماعيلي، مرورا بالبنك الاهلي، مرورا بمباراه الزمالك، ودي كانت تحس ان عندهم وصلوا للنضج التكتيكي بشكل كبير قوي. ووضع جديد وشكل جديد لحمدي فتحي بالنسبه لادائه،
كثالث لاعب بالظبط. تهيئ حمدي يعني هو طبعا الحقيقه من اول لمسه تقدر تحكم اللعيب ده صفقه كويسه ولا لا، لعيب كوره ولا لا. حمدي من اللعيبه كمان اللي عندهم ميزه انه مهما يتعطل، يعني هو اتصاب في اكتر من مره، مره اتصاب مع المنتخب، مره اتصاب مع نادي اهلي، لكن كل مره يعني بيزداد بريقا الحمد لله. طبعا واصل لفورمه عاليه. وخليني اقول لك كمان يعني هرجع تاني ماتش الاهلي والزمالك، بس خليني اخد رايك في اختيارات الجمهور لشهر اكتوبر. تمام. الاهلي لعب 4 ماتشات شهر اكتوبر، 2 في افريقيا حرس وطني ذهاب وعوده. تمام. ولعب ماتشين في الدوري الاسماعيلي والبنك الاهلي. الجمهور في شهر اكتوبر اختار اكرم توفيق لنجم الشهر. اكرم خد 7 نقاط في شهر اكتوبر في 3 ماتشات. تمام. 3 في حرس وطني ذهاب، 2 في حرس وطني عوده، و2 تانيين في البنك الاهلي. رايك في اكرم في مشواره مع الاهلي في اكتوبر واختيار جمهور النادي الاهلي؟ يستحق. يستاهل. ليه؟ اكرم توفيق من اللعيبه برضو اللي عندهم روح قتاليه عاليه جدا، ودي يعني بتديله اولويه عن اي لعيب بيلعب في الملعب. اكرم توفيق من افضل اللعيبه، وسبق واتكلمت فيها حته فنيه خاصه قوي. اكرم لعيب في المواقف اللي بتبقى واحد ضد واحد بالنسبه للمدافعين بتبقى اصعب موقف، واللعيب مع الكوره اكرم توفيق بيعرف يتعامل مع الجزئيه دي بشكل جيد جدا، بدليل ان هو يعني حتى اخر ماتش بيلعب على اشرف بن شرقي. أيوه. واشرف قدراته عاليه ولعيب كويس متميز. طبعًا. اكرم توفيق يكاد يكون كل الثنائيات اعتقد ان هو مستخلصها. تيجي برضو لمعظم المباريات او يكاد يكون حتى مباراه النادي، مباراه البنك الاهلي، مباراه افريقيا، بيتميز جدا في اي منافسات ثنائيه. المنافسات الثنائيه دي لو جمعناها كلها مع بعض في اخر المباراه 10 لعيبه ضد 10 لعيبه، الفريق اللي هيتفوق افضل هتلاقيه هو اللي ممكن يتفوق في المباراه، في المباراه في اجمالا ويكسب المباراه. اكرم توفيق يستحقها بشكل كبير جدا، علاوه على ان هو في نفس الوقت عنده استعداد يلعب في نص الملعب برضه في المكان الدفاعي. صحيح. هو الجمهور متفق معاك لحد كبير جدا كابتن جمال، يعني لو قلت لك واستعرضنا يمكن جدول الترتيب على الشاشه دلوقتي، احنا عندنا مركز اول اكرم توفيق برصيد 7 نقاط، ينفرد بالمركز الثاني حمدي فتحي برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثالث عندنا عمرو السوليه، اليو ديانج، كهربا، بيرسي تاو، علي معلول برصيد 3 نقاط. يعني تقريبا نفس الاسماء اللي حضرتك اتكلمت عليها، خط بالزبط. نص النادي الاهلي تقريبا كله بالزبط. بيحتل المراكز يعني قبل ما اعرف حتى اللي حضرتك النتائج. أي. اللي هي الافضل لاعب في الشهر في الفتره. أي. دي يعني احنا هتلاقي نفس اللي متصدرين باستثناء اكرم توفيق، وعلى اعتبار ان لو اعتبرت لعيب نص ملعب. يبقى فعلا نص ملعب النادي الاهلي بيتفوق بشكل كبير جدا. انا اتكلمت عن حمدي فتحي ليس تقليلا من خط الدفاع ولا خط الهجوم، لا مطلقا. ده زي ما حتى يعني كان زمان والى وقت يقول لك ده ميزان الملعب. ايوه. تفوق وسط الملعب هتلاقي بقيه الفرقه متفوقه. نيجي لاليو ديانج. اليو ديانج ده فعلا انا في كلمه دايما يعني دايما بقولها، كواليتي لعيب اوروبي، لعيب مش طبيعي، عالمي بصراحه، علاوه على التطور الرهيب اللي حصل في مستواه. اليو ديانج في البدايات ما كانش كده، مع النادي الاهلي والتطور الرهيب بالنسبه لادائه حتى بقت حاجه كويسه قوي. نيجي لعمرو السوليه نفس الكلام، تطور الاداء اللي بتكلمه ان انا ما بلعبش بيهم جزء دفاعي بس، بلعبش بيهم رقم 6، ان 2 مدافعين ثابتين بيامنوا المدافعين فقط لا غير. لا، اليو ديانج دلوقتي سجل 2 هدف، تطور اداؤه الهجومي، انا بدافع كويس قوي ودي ميزه متميز بيها. نيجي للجزئيه الاهم تاني برضه نفس كلام عمرو السوليه. أيوة. عمرو السوليه بقى عنده القدرات ان هي يقدر يوصل للخط ال 18 ويلعب الكرات الثابته بشكل كويس جدا. احرز قبل كده هدف في مباراه نادي الزمالك السنه اللي فاتت برضه بالهيدرز، ده نهائي القرن، حاطط جون عمرو السوليه، كايزر تشيفز النجم العاشر حاطط جون عمرو السوليه، دي هدف عالمي اعتقد في سموحه الموسم اللي فات، تصويبه من بره ال 18. علاوه بقى كل ده الاسيست العالمي اللي عمله رابونا، توفيق بالظبط، توفيق من عند ربنا بشكل مش طبيعي، يعني برضو مجهود يشكر عليه. محمد شريف كره صعبه جدا، كره تكاد تكون هتعديه، يعني عملها بتاكلنج برجله الشمال، موقف صعب حتى للمهاجم. أيوة. انما نيجي لعمرو السوليه توفيق ربنا اداله حتى ان هي سجلت هدف عشان ما تعديش مرور الكرام. تكتيكيا يا كابتن جمال شيء يحسب لمستر موسيمينو، لابد الحقيقه انه الناس تنصفه فيها، يعني بيه دي حقيقه. كتير من الناس كانت معترضه على فكره انه الاهلي بيلعب بثلاثه ديفندرات، يعني هم بيعتبروا حمدي والسوليه وديانج لعيبه نص ملعب يميلوا اكتر للناحيه الدفاعيه مع 4 مدافعين اوريدي، فده معناه انه الاهلي بيلعب ب7 مدافعين. لكن الحقيقه الموسم ده اثبت انه حتى مع الطريقه دي اللي تبدو انه تشكيلها بيغلب عليه النواحي الدفاعيه، الاهلي حاطط مسجل في 3 ماتشات 10 تجوال، منهم 4 في الاسماعيلي و5 في الزمالك. ليه؟
وجهه نظري الشخصيه ان مستر موسيماني بيعمل حاجه بتخدم حاجه تانية. بمعنى لما اجي حمدي فتحي ظاهريا ان هو بيلعب ديفندر في وسط الثلاثه، ولكن حمدي فتحي في الحاله الدفاعيه بينزل في وسط الاثنين عشان احرر واحد، عشان احرر اثنين. مين هم الاثنين دول؟ احرر اكرم توفيق ناحيه اليمين واحرر علي معلول ناحيه الشمال. فانا كسبت واحد، قفلت جزء اللي هو اقصر طريق للمرمى عشان انا اشتغل من الجناب، فبقوا ثلاثه، زودت الاثنين دول في نص الملعب، وبالتالي بقيت اربعه في نص الملعب مع ثبات على 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 فرض ان السوليه ثابت وديانج ثابت، ادي لك اربعه. أيوة. وطرفين سوري اثنين وطرفين بقوا اربعه. بحرر برضو جزء ثاني ان انا عندي مجدي قفشه، وعندي اتكلم تحديدا عن الشكل في مباراه الزمالك. أيوة. مع ان كان في تكمله ليها مهمه جدا قبليها، مباراه البنك الاهلي وقبليها مباراه الاسماعيلي. فانا بكمل الجزئيه دي، الواجبات الهجوميه اللي بديها في حاله الدفاع لعمر في حركه الهجوم سوري لعمر السوليه واليو دانج هي اللي خلتنا نتفوق في مباراه نادي الزمالك. هو زيادات اللي حضرتك بتقول عليها دي، يعني علي معلول زياده جابت ضربه جزاء، تمام، السوليه زياده جابت اسيست عالمي لمحمد شريف وضربه جزاء ثانيه، تمام، زيادات ديانج تقدم فاحرز هدفين بتصويبات من بره ال 18. ده التطور اللي بنتكلم فيه، اللي لازم ندي موسيماني حقه فيه. أيوة. التطور التكتيكي اللي بداوا اللي اشتغل عليه حمدي فتحي في الجزء الدفاعي، والاثنين اليو دانج وعمرو السوليه في الجزء الهجومي. ايوه، الاختلاف الوحيد او التحفظ الوحيد من جماهير النادي الاهلي على الماتش ده هو انه المباراه في اخرها السيناريو بتاعها ما مشيش زي ما الجماهير كانت عايزاه، كانت عايزه سيناريو افضل من كده. تتفق ولا تختلف في الجزئيه دي؟ وهل اجاد موسيماني في اداره الربع الاخير من مباراه القمه؟ لا مفيش شك، مستر موسيماني، خليني هقول لك حاجه مهمه جدا، موضوع التبديلات دي. أيوة. موضوع التبديلات احنا طبعا دلوقتي برضو من الحاجات اللي هتكلم فيها ان من اميز الحاجات في النادي الاهلي ان انا عندي جزء التبديلات يقدر يغير اي مباراه. موضوع الاعراض افادنا بشكل كبير جدا، عندنا اثنين لعيبه هايلين يقدروا يغيروا من نتيجه المباراه في اي وقت. الناس كتير كانت بتتكلم على عمار واحمد عبد القادر ممكن يكون لهم دور، ولكن أيوة. انا كمدير فني اوقات بيجي لي الجزء التبديلات، بتجي لي فكره في دماغي ممكن المساعدين بيساعدوني عليها، او ممكن يقولوا لي لا ممكن الافضل، فانا بستخير ربنا. طبعا انا بتكلم على اي مدرب بصفه عامه، ممكن يوفق فيها ممكن ما يوفقش، اللعيب اللي ينزل ممكن يفرق معاه كتير، ممكن تبص ليه مش في حالته، فدي ممكن ما تقللش من مستر موسيماني بشكل. لا خالص، مش تقليل مطلقا، برضه يعني هو راجل وارد جدا جدا يبقى بالنسبه له انه حقق خماسيه. هي نقطه صغيره. آه. اللي انا يعني ممكن اختلف معاه فيها. أيوه. اللي بالنسبه لميكيسوني. آه. ميكيسوني حسيت ان رتم اداء المباراه في الوقت ده وسرعه الرتم كان لسه ميكيسوني ما دخلش فيه بسرعه. فدي ممكن تكون اخرتنا نسبيا شويه، مع طبعا الحاله، عايز اقول ايه، الحاله العصبيه اللي برضو اللي انتابت لعيبه نادي الزمالك مع الشراسه، يعني كانت بتميل للعنف نسبيا شويه. ولكن كان رتم المباراه ما كانش واخد ميكيسوني قوي. طيب، عايز اقف محاك على ردود الافعال ما بعد المباراه، بس خلينا نروح لفاصل اخير وسريع وارجع اكمل كلامي مع نجمنا النهارده كابتن جمال السيد. طيب هرجع طبعا، مهم جدا اتكلم زي ما وعدت حضراتكم مع موقف مصر في تصفيات كاس العالم ان جنرال، يعني في المطلق كده، مش بس فيما يتعلق بالمرحله الثانيه اللي هي المجموعات اللي احنا ان شاء الله باذن الله نضمن صدارتها. وهشرح لحضراتكم بالجداول وبالارقام موقف مصر في تصفيات كاس العالم، بس خليني الاول كمان اقفل موضوع لقاء القمه، لان في عدد من النقاط يمكن كنت بتكلم فيها مع كابتن جمال ويهمني اسمع فيها رأيه. كلمنا يمكن سريعا جدا على التبديلات، هل كنت تشوف انه في اسماء تستحق انها تكون موجوده في تغييرات مستر موسيماني في مباراه القمه؟ وجهه نظري الشخصيه، واحنا قاعدين دلوقتي في هدوء كان عندك خمس تبديلات نتكلم. هتلاقيني، انما هو برضه مستر موسيماني عليه ضغوط وبيتكلم برضه في مباراه وقت الضغط صعب. انما احنا واحنا هادين او ممكن اقول عمار حمدي يستفيد بيه واحمد عبد القادر، فلازم اقدر النقطه دي. ليه؟ لان دايما المحللين بعد المباريات، اصل كان وجهه نظري ان فلان افضل من فلان، لا انا ما بحبش الكلام ده بصراحه، بحب على ارض الواقع، انما انا ممكن اقول بس بديله المبرر ان هو في نفس الوقت انت بتتكلم في مباراه كبيره، وبدا نادي الزمالك في الوقت ده يعني فوق شويه برضه، عملوا تبديلات كويسه يعني تحترم بالنسبه لمصطفى فتحي. بس قلنا شوارع ورا بالظبط، يعني ده بقى دي النقطه اللي بنتكلم فيها. يعني اشتغل حسين الشحات بشكل كويس، وحسين الشحات من التبديلات اللي اجادت في المباراه. ممكن زي ما قلت ان في تبديلات يعني ما انتجتش قوي، يعني منهم ميكيسوني، ممكن طاهر برضو ما لحقش ان هو يخش يدخل الجيم بشكل كبير او سريعا. فدي اثرت نسبيا، ولو اننا احنا كجمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي كان شكل المباراه رايح لسكور عالي. يعني مش خمسه بس،
بعيد عن ان الثلاثه اللي دخلوا فينا ممكن فيهم اخطاء، فيهم بينالتي، فيهم حاجه ماشي اوكي، ولكن بتتكلم ان انت كان في وقت معين من المباراه ان انت ممكن توصل هيفي سكور بشكل ما انت ما تتخيلهوش. بس طبعا على ارض الواقع الدنيا بتتغير شويه، ولكن طبعا النادي الاهلي ادى مباراه كبيره جدا، روح معنويه عاليه. كنت متوقع النتيجه دي يا كابتن جمال قبل الماتش؟ بالنسبه لخمس اهداف لا صعب. كنتش متوقع حد يقول لك صعب مستحيل. مباراه الاهلي والزمالك من مباراه 6-1 الدنيا برده كان يعني لا ما تحسش ان هي ممكن توصل للاهداف دي. كلها 3-1، بتتكلم في 3-2 2-0 4 حاجات كده. انما تتكلم ان انت توصل 5 وكان ممكن تعدي الخمسه كمان، لا كانت مفاجاه بالنسبه لنا. تاخد من مستوى اداء الفرقتين ومن النتيجه مؤشرات على شكل الموسم اللي جاي؟ شكل الموسم اللي جاي بالنسبه لنا، بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا، النادي الاهلي ان شاء الله ياخد كل البطولات اللي بيشارك فيها. النادي الاهلي احنا عندنا افضل فرقه دفاعيا وهجوميا وسط ملعب، ونيجي للتبديلات. انت مدافع كبير يا كابتن جمال، وانا دفاعيا دي محتاج اسمع رايك شويه. احنا برضو ما زلنا، يمكن دي حاجه كانت واحده من الملاحظات اللي اتخذت على اداء الاهلي الموسم اللي فات، هي استقبلنا الاهداف كتير. احنا لعبنا 5 ماتشات استقبلنا فيهم 5 اهداف، وده بالنسبه لبدايه موسم رقم كبير على النادي الاهلي، رقم كبير. احنا استضفنا سوء حظ كبير قوي في مباراه الزمالك تحديدا، انت دخل فيك 3 اجوان. اقدر اقول ايه؟ 3 اجوان دول دخلوا ازاي؟ احنا التغديل في التوقيتات اللي هي صعبه جدا زي مباراه نادي الزمالك، واتنين عندك ايمن اشرف يشتكي وبدر بنون، دي عندنا مشاكل فيها عشان اللعيب يخش الجيم برده وياخد ريتم المباراه. زي ما اتكلمت على ميكيسوني في الدفاع صعب جدا، ومعاهم حارس المرمى لو حصلت وفي ظروف بتبقى فيها صعوبه شويه. يعني انا اعذر ياسر ابراهيم وعذر محمد هاني لما دخلوا برده، يعني على ما ادخل الجيم ومباراه كبيره زي دي فيها صعوبه شويه، ولكن بالنسبه للتنظيم الدفاعي انا شايفه جيد جدا واكثر من ممتاز، وخاصه في الطريقه لما بلعب بثلاثه واحرر الطرفين اللي هو اكرم توفيق او محمد هاني بصفه عامه جنرال يعني، او علي معلول، اللعيبه دي وفي نفس الوقت ببقى قفلت قلب الملعب بالنسبه للمدافعين بشكل جيد. اقفل ملف القمه بتصريحات كابتن محمد عادل حكم المباراه، وكان تقييمك لمستوى اداء التحكيم في اللقاء ده ازاي؟ والله شايف التحكيم معقول، يعني معقول ويوصل لدرجه الجيد. ليه؟ يعني مباراه كويس، يعني بالنسبه له قدم مباراه كويس، ولكن دايما انا طبعا موضوع التصريحات والكلام ده، يعني انا ما اعرفش اتحاد الكره كان دايما يقول التصريحات ممنوعه للحكام عشان ما يقعش في غلط، لان اللي اتكلم فيه محمد عادل انت كده دخلت في عدم حياديه، مش فير. انت بتتكلم في حاجه وان انت بقى فكرت في قصه احتواء، لا احنا شفنا قبليها مباراه المان يونايتد وليفربول، ليفربول شايل 5 او شايل 3، كانش فيه احتواء ولا اي حاجه، مفيش خالص. صحيح بوجبا عمل خطا طرد، خلاص حقك، انا بنفذ قانون بالظبط، مفيش كلام. ده اللي بيطالب بيه الاهلي احنا الحقيقة. الى وقتنا هذا لو مش معنى ان انا متفوق بنتيجه 5 انك انت يعني تحرمني من حق من حقوقي المشروع جدا، او ما تطبقش القانون. ولازم انسى مقوله دايما بتتقال في التحكيم المصري، ما تنفعش المقوله دي دلوقتي تاني خالص. في الظل ده ان انا عايز اطلع بالمباراه لبر الامان، لا الكلام ده ما يتقالش. طيب الكلام ده دلوقتي في قانون انفذه. اتمنى ان احنا نستفيد ده بداب في اللي جاي، وبعتقد انه النادي الاهلي اعلانها واضحه وصريحه انه مش هيتنازل عن حقه باي شكل من الاشكال، والاخطاء اللي اتكررت سواء كانت مقصوده او غير مقصوده، مباشره او غير مباشره، واثرت على مشوار النادي الاهلي الموسم اللي فات، مش هيسمح النادي الاهلي بتكرارها باي شكل من الاشكال الموسم ده. طبعا حق النادي الاهلي، هروح كل حد ما اي نادي في اي نادي الدنيا في عامه حق مشروع ليه ان هو يدافع عن حقوقه، دي نقطه ما فيهاش كلام. اروح مع حضرتك لمنتخب مصر سريعا، وقبل ما ادخل في الارقام وموقف المنتخب فيه او فرصه المنتخب في النجاح لوصول كاس العالم، خليني ابص للاختلاف بين مواجهتي انجولا والجابون بالنسبه لمستر كيروش وجهازه عن الماتشين بتوع ليبيا من وجهه نظر حضرتك في الماتشين اللي جايين. المباريات اللي جايين طبعا رغم اهميتهم الكبيره بالنسبه لمباراه انجولا ومباراه الجابون، ولكن هرجع بس سنه صغيره للتفاوت ما بين مباراتي ليبيا والمباريات اللي كانت قبل كده. طبعا. تحس ان في طفره، لا طفره كويسه، طفره هجوميه، تنظيم في الملعب اكتر. تحسب لكيروش؟ طبعا ما فيش شك تحسب له. ممكن كان في ظروف قبل كده بغض النظر عن الجهاز الفني، ولكن برضو المتحكم اللي بيتحكم في الاداء اللاعبين هو المدير الفني او الهيد كوتش زي ما بنسميه. مستر كيروش عمل، حسيت ان في طفره هجوميه، ممكن ثقه زياده للعيبه، يعني ما تحصلش في الفترة القريبة دي الا اذا كان فعلا ان هو مدرب عنده قدرة يعرف يتعامل مع اللعيبة ويعمل المزيج اللي هو يوصلك للنجاح ما بين اللاعبين المحترفين وما بين
اللاعبين المحليين المتواجدين في الدوري المصري. الماتشين اللي جايين بياخدهم المنتخب في ظروف افضل نسبيا، يعني من ناحيه عامل الوقت الراجل جه في الماتشين اللي فاتوا من الدار للنار، اعتقد الوقت ده خد فرصه اكتر، اشتغل مع المنتخب، بص على اللعيبه في ماتشات الدوري. من ناحيه كمان سهوله موقف المنتخب، الماتشين بتوع ليبيا احنا كنا مركز ثاني وكنا بننافس ليبيا نفسها على ليبيا الصداره. النهارده انت متصدر المجموعه ومحتاج 3 نقاط بس حسابيا يعني او رقميا من الماتشين اللي جايين، فالظروف نوعا ما في مفيش ضغوط. بالظبط مفيش ضغوط كبيره اللي كانت عامله. ايه المطلوبه؟ ايه الاهداف اللي يشتغل عليها مستر كيروش في الماتشين دول؟ الاهداف ان انا بثبت دايما تشكيلي يعني الشكل اللي هو القريب قوي اللي في الملعب. انا واضح ان هو بيستبعد 2 بياخد 2 بياخد لعبه جديده، وعنده مشكله دايما في الاختيارات. هو مثير للجدل في حته الاختيارات دي. بالظبط يعني حصلت قبل كده طبعا مع لعيبتنا مع قفشه ومع محمد شريف، خدهم المعسكر ده، استبعد اعتقد زيزو وطارق حامد يعني ورمضان ورمضان صبحي. اعمده بتحس ان هي اعمده برضو مهمه بالنسبه للمنتخب. أيوه. بس خليني اقول لك حاجه، الراجل ده لو عنده يعني عنده شخصيه ان الاختيار حق اصيل للجهاز الفني يحترم، وخاصه لو النتائج ساعدته. يعني بعد مباراتين ليبيا الدنيا كويسه مفيش اي مشكله، فاجئنا طبعا الفتره اللي فاتت دي بالاختيارات ان واخد محمد مجدي قفشه محمد شريف رغم احقيتهم قبل كده. أيوة. يعني احنا بنتكلم بس بقول ايه انه حق اصيل الجهاز الفني اختيار لعيبتي والشكل اللي بشتغل بيه في الملعب. مطلوب منه يبرر من وجهه نظرك كابتن جمال؟ خالص مطلوب يوضح هو اختياراته مبنيه على اي اساس. انا ضد تماما، هو اختياراته انا اختياراتي مسؤول عنها. كون ان انا بستبعد ايا كان لعيب حجمه كبير، حجمه بالنسبه للاعب جماهيري لعيب، لا انا ده حقه الشرعي ان انا بتحاسب بعد كده على النتائج، زي ما احنا بعد مباراتين ليبيا كلنا كنا مع منتخب مصر. طيب تعالى نستعرض مع حضرتك كده ونشوف العشر مجموعات اخبارهم ايه والعشر فرق، لان دول يخصونا او يهمونا نعرف ان شاء الله بعد تصدرنا المجموعه باذن الله طبعا مين ممكن نواجهه في الـ في الـ في العشر الكبار من افريقيا. دي العشر مجموعات زي ما حضراتكم شايفينهم، وهنمشي مع مجموعه مجموعه. طبعا مصر في المجموعه السادسه مع الجابون وليبيا وانجولا. خلينا نروح لترتيب المجموعات عشان نعرف مين العشر منتخبات الافريقيه اللي فرصها اكبر في الوصول للمرحله الاخيره. المجموعه الاولى الجزائر بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي، والمفاجاه انه المنافسه في المجموعه دي ما زالت مستمره بعد 4 لقاءات بين منتخب الجزائر وبين بوركينا فاسو. قريبين جدا من بعض طبعا. جدا طبعا. قريبين جدا. الموضوع يعني هيبقى صعب شويه طبعا، فرقتين خلاص بعدوا، اعتقد النيجر وجيبوتي خلاص راحوا. ما عندهمش امل. رصيدهم من نقاط ما يسمحش. بوركينا فاسو والجيريا هم اللي بيتنافسوا على بطاقه التاهل عن المجموعه ايه. نروح مجموعه بي. ترشح تونس وغينيا الاستوائيه وزامبيا وموريتانيا، هي الاقرب تونس اعتقد الاقرب يعني، ونتمناها الجزائر ونتمناها طبعا منتخبات بالظبط منتخباتنا العربيه نتمناهم بالظبط. طيب نروح لسي، نيجيريا كيب فيردي، وركزوا قوي مع المجموعه دي يا جماعه، نيجيريا وكيب فيردي او الراس الاخضر، سنترال افريكا افريقيا الوسطى وليبيريا في المركز الرابع في المجموعه دي. والمنافسه بين نيجيريا اللي عندها 9 نقاط وكيب فيردي، وهقول لكم ليه هنرجع للمجموعه دي. هنحط الاسمين دول بين قوسين يا كابتن جمال. تمام. نيجيريا هنرجع لهم والراس الاخضر. تمام. جروب دي عندنا طبعا كوت ديفوار والكاميرون وملاوي وموزمبيق، واحده من الكبار هيطلعوا بعض. يعني دي صعبه. دي مجموعه صعبه. يعني طبعا فعلا اسمين كبار جدا ولهم باع طويل طبعا في كل افريقيا وكاس العالم. كوت ديفوار او ساحل العاج 10، الكاميرون 9. مين ترشح منهم للوصول يا كابتن جمال؟ دلوقتي يعني اوريدي ان سابق كوت ديفوار اعتقد. كوت ديفوار يعني اعتقد ان الاقرب. نروح لجروب اي، عندنا مالي في المركز الاول 10 نقاط وراها اوغندا وكينيا ورواندا، واعتقد مالي برضو هي الاقرب. مالي هي الاقرب برضو. واحنا هنشجع مالي طبعا عشان ابننا عشان اليو ديانج طبعا. نروح للسادسه مصر طبعا اقرب جدا في الصداره، محتاجه 3 نقاط فقط، وراها ليبيا وراها الجابون وانجولا، وهنقول مصر طبعا في المجموعه اي مجموعه اف. تمام. فاضل مجموعتين، ساوث افريكا وجنوب افريقيا في الصدارة ومعها غانا ومعها إثيوبيا، وغانا عندها 9 نقاط. نفس الكلام اللي كنا بنتكلم عليه في فوار. هنحط جنوب أفريقيا وغانا بين قوسين برضه. تمام تمام. لما نرجع لهم تاني. تمام ونرجع لهم تاني ونروح لغانا. آخر مجموعة السنغال طبعا بدون نقاش، لا على حساب توجو ونابيبيا يعني. طيب آخر حاجة نعرضها عشان نروح بقى الكابتن جمال يشرح لنا رؤيته في الحتة دي، هو ترتيب أو تصنيف المنتخبات الإفريقية اللي هيتحدد على أساسها قواعد القرعة. حضراتكم عارفين انه من العشر مجموعات
هيطلع متصدر لكل مجموعه. ده حسب تصنيف الفيفا كابتن جمال. تمام. منتخبات الافريقيه في المركز العشرين على مستوى العالم، والاول افريقيا منتخب السنغال اللي اتفقنا انه ضمن. تمام. منتخب تونس 27 عالميا والثاني افريقيا، وبرضه حاطينه من ضمن المنتخبات اللي ضمنت الوصول. منتخب المغرب في المركز الثالث افريقيا وال29 عالميا، والجزائر في المركز الرابع افريقيا والخامس عالميا في المركز 30 رابع سوري افريقيا وال30 عالميا، وفي المركز الخامس افريقيا وال36 عالميا نيجيريا، وفي المركز السادس منتخب مصر. يعني مصر هتيجي في مواجهه واحده من الخمسه الكبار لو ضمنوا صداره المجموعه. لو ضمنوا بالظبط صداره المجموعه. الفارق بيننا وبين نيجيريا كابتن جمال 30 نقطه، نيجيريا 1478، مصر 1447. تمام. وده يدي اهميه كبيره جدا للماتشين اللي جايين. لو مصر قدرت تكسب انجولا والجابون، ونيجيريا تعثرت في واحده من مواجهاتها اللي بالمناسبه واحده منهم مع كيب فيردي وواحده منهم مع ليبيريا، وكيب فيردي بتنافس نيجيريا قويه بالظبط، ده معناه ان مصر ممكن تدخل في الخمسه الأوائل. من هنا بتيجي اهميه الماتشين اللي ناس كتير جدا فاكره انه لا احنا سهلين عايزين ثلاث نقط بس. لا لا، ده ممكن يفرقوا معانا بشكل كبير جدا في القرعه اللي بعدها. طبعا يفرقوا بشكل كبير جدا. انت بدل ما هيودوك ان انت هتقابل فرقه من الفرق اللي هي التصنيف الثاني، لا ده انت هتروح التصنيف ان شاء الله هتروح التصنيف الاول عشان تلاعب فرقه من التصنيف الثاني، ودي هتسهل لك المهمه بشكل كبير جدا. مهمه، ماتشين مهمين قوي عايزين نتفوق فيهم مع ان شاء الله كده التعثر لنيجيريا على اساس ان احنا نبقى في الخمسه الكبار وناخد برضو تصنيف تاني، تبقى الدنيا سهله بالنسبه لنا شويه. وده كمان يدي اهميه، هي القرعه بتاعه المرحله الاخيره من التصفيات، القرعه اللي هتتعمل بين العشر منتخبات هتتعمل يوم 18 ديسمبر. 18 ديسمبر ده ميعاد انتهاء بطوله كاس العرب اللي هتبتدي اعتقد من نوفمبر، من 20 نوفمبر ل 18 او 30 نوفمبر، يعني مش فاهم هي بدايتها في اخر نوفمبر تنتهي في 18 ديسمبر وتحت رعايه الفيفا، فاعتقد انها ممكن كمان تضيف لرصيد منتخب مصر من النقاط وتساهم في تحسن ترتيبنا في التصنيف. بالظبط، نتمنى ان احنا نعمل طبعا حاجه كويسه برضو. كاس العرب بطوله يعني هتبقى كبيره وهتبقى بطوله عربيه طبعا بحته، وان شاء الله نعمل فيها نتائج جيده يعني. ولكن خلينا في الاول اللي احنا ندور على مباراه انجولا والجابون. الاهم زي ما حضرتك قلت دول الاقرب لينا، والمنافسه هتبقى يعني مش عايز اقول شرسه ما بيننا وبين نيجيريا، طبعا فرق كبير لما انت هتلعب طبعا تحط في الخمسه الاوائل هتلاقي نفسك برضو فرقه يعني الدنيا معقوله شويه بالنسبه لك. طبعا مع الفرق الكبار مواجهه بدل ما تصطدم بحد من الخمسه الكبار. مغرب تونس ومواجهات شمال افريقيا دي بتبقى بالنسبه صعبه شويه، بتبقى صعبه شويه. بالظبط، يعني رغم ان تفوقنا على مستوى الانديه على كل انديه شمال افريقيا، بس احنا بنيجي المنتخبات بتبقى العمليه صعبه، الدنيا بتبقى صعبه. بالظبط، بتبقى صعبه شويه. ماتش انجولا يعتبر اصعب من ماتش الجابون لاعتبارات كتير طبعا، بتاع بره ارضك نمره واحد. ويا ريت لو نعرض صور ملعب المباراه، ملعب 11 نوفمبر اللي هيستضيف مباراه مصر وانجولا. وكمان كابتن جمال المره دي كتيبه المحترفين موجوده بالزبط. على عكس المباراه الاولى. المباراه الاولى فعلا في كتيبه محترفين شايفها، يعني لعيبه كتير يعني كانوا حارس المرمى وهوجو ماركيز وباستوس لاعب روستوف الروسي، قايمه كبيره. اعتقد ان القايمه دي كل ما اللعيبه بيبقى المحترفين وخاصه الافارقه، الافارقه بيبقوا محترفين في انديه بحس ان هم فارقين كتير مع 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 انديتهم، فتواجدهم المباراه دي هتبقى برضه هتديها صعوبه نسبيا ان انت تقدر تتفوق عليهم. ولكن احنا طبعا بمنتهى الامانه عندنا المحترفين محمد صلاح والنني واحمد حسن كوكا واحمد حجازي، عندنا لعيبه فعلا بتعمل الفرق معانا دلوقتي. لما بيجوا في المباراه بحس فعلا بتقل اللعيبه دي في الملعب، خبرات عاليه، الضغوط بالنسبه لهم يقدروا يسيطروا على الضغوط ويقدروا يدوا دفع كبير للعيبه اللي بتلعب برضه في الدوري المحلي. اعتقد ان شاء الله لعبتنا باذن الله مباراه انجولا دي نكسبها بشكل كويس، وبعدين نفكر في مباراه الجابون ان شاء الله. هيعاني المنتخب هجوميا، يعني عندنا عمر مرموش غاب للاصابه، استبعاد زيزو ورمضان والاثنين كانوا من القوام الاساسي للمنتخب في الفتره الاخيره. تعتقد ان ده ممكن يخلي مستر كيروش يلجا لتغيير في طريقه اللعب او في التشكيل؟ لا ما افتكرش، مستر كيروش معظم الاجانب يعني لما بيثبت طريقه بيبقى خلاص هو مثبتها، حتى لما بيستبعد لعيب هو بيبقى شايف مين اللي جاي وراه او مين اللي هيلعب مكانه. لا المدربين الاوروبيين وخاصه حتى المدربين اللي بيجوا للمنتخبات بيبقى مركز قوي في الجزئيه دي، فما اعتقدش ان هو يغير طريقته. ايه التشكيل الانسب اللي تعتقد انه مستر كيروش اعتمد عليه في ماتش انجولا؟ هو بص التشكيل الامثل يعني لو قربنا من مباراه ليبيا، اعتقد مباراه ليبيا هتلاقي يعني ممكن 99%
باستثناء عمر مرموش، هيدور لبديل على عمر مرموش فقط لا غير. آه. انما بقيت مين انسب من وجهه نظر الكابتن جمال في بالنسبه مكان مرموش؟ بالنسبه لمرموش هو طبعا مستبعد كمان رمضان صبحي. شريف ممكن يلعبها، ممكن محمد شريف يلعبها، ممكن محمد شريف يلعبها، بس محمد شريف انتاجه بيبقى 100% في المهاجم راس حربه. ما عندكش حد يعني، انت لو دورت على اسماء برضو مين ممكن يكون يا اما ترجع؟ هي غريبه، هي غريبه، انا معاك هي غريبه طبعا، يا اما تلجا يعني لتغيير طريقه بقى، يعني تلعب براس حربه صريح شريف وراه مثلا صلاح شادو سترايكر وتلعب باربعه في نص الملعب مثلا، يعني ممكن وارد. بس انا من يعني بحس ان هو مستبعده شويه بالنسبه للمدربين، ثبات التشكيل وثبات الطريقه بتدي نجاح بشكل كبير قوي. مع بعض الامور التكتيكيه انا ممكن اغير وظائف اللاعبين شويه، ولكن الشكل ممكن يبقى يعني قريب جدا من مباراه ليبيا. ان محمد شريف ممكن يلعبها بشكل كويس، ممكن مجدي قفشه يلعبها بس ما يلعبش على الخط قوي زي ما عمل مستر موسيماني في مباراه الزمالك. او احنا اللي تعبنا في مباراه البنك الاهلي ان مجدي قفشه كان مايل اول بره، فما فيش البلاي ميكر اللي بيجيد في قلب الملعب، لما ظبطها الشوط الثاني ونزل محمد شريف. والله انت رجعتني لسؤال مهم جدا برضو، كان مفترض اساله لحضرتك واحنا بنتكلم على الاهلي والزمالك. في ناس بتشوف انه طريقه اللعب بثلاثه في نص الملعب 4-3-3 طريقه تنفع اكتر وبتجيب نتيجه عمليا يعني بالتجربه مع الفرق اللي بتلعب جيم مفتوح قدام نادي الاهلي. الاسماعيلي عملها في شال 4، الزمالك عملها في شال 5. لكن المفاجاه في مباراه الاسماعيلي اللي نجحت الطريقه، اتفاجئوا بيها، ما كانش مقفل مساحات، لما فطلها خالد جلال مباراه البنك الاهلي لقينا المساحات قفلها او لعب بثلاثه ورا. وده كان سؤال لحضرتك، هل تعتقد ان الفرقه اللي هتلعب دون او يعني هترجع فرقتها في نص ملعبها عشان تدافع قدام النادي الاهلي تنفع معاهم نفس الطريقه، ولا تعتقد ان الطريقه الثانيه او 4-2-3-1 هي هتكون طريقه؟ نجحت في مباراه الزمالك ليه؟ لان هو غير جزئيه من وظائف اللعبه شويه، ممكن بيرستاو لعب ناحيه اليمين، ممكن يعني ما جاتش او ما ظهرش كتير في مباراه الزمالك، ولكن كان ليه دور تكتيكي. اللي ظهر قوي مجدي قفشه، لان مجدي قفشه دخل وسط الملعب شويه فبدات خطورته تبان في البينيات في الاستحواذ. ده اللي بقول لك عليه ان هو بغير، ممكن اغير بعض وظائف اللاعبين، فده ممكن يرجع له مستر كيروش. كلمه اخيره لمستر موسيماني. موسيماني طبعا يعني بحييه طبعا على مباراه الزمالك والمباراه كلها السابقه وبطولتين افريقيا، يعني عامل انجاز كويس قوي على النادي الاهلي. اللي بتمنى له بس تركيزه جدا في الفتره اللي جايه دي، التبديلات اللي معاه ممكن تغير له نتائج المباراه بشكل كبير، لان انت ممكن في البدايات تعاني شويه، فرقه عامله حسابك تكتيكيا وقفل لعيبتها كويس قوي زي المباراه، زي ما قلت البنك الاهلي اتاخرت شويه. صحيح. فان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي، هينافس مش هينافس ان شاء الله ياخد كل البطولات ان شاء الله باذن الله. يظل الحقيقه يمكن كلمه في حق الرجل الحقيقه، يظل بالدليل وبالتجربه موسيماني هو أستاذ ورئيس قسم المناسبات الكبرى. مرة تانية بشكرك كابتن جمال، شرفتنا في السادسة. ربنا يخليك، أشكرك. شكرا وتحياتي لحضراتكم.